ما كانش بيحبني، ما كانش بيسرح لي شعري، كان بيشدني منه، كان بيوجعني. وانا ما كانش بيبقى في ايدي حاجه اعملها غير اني اغمض عيني واسكت. بقول هتعدي، دلوقتي يزهق مني ويرميني لحد ما يجيله مزاجه تاني يقعد يلعب بيا يكسرني يشخبط عليا. ما هو اشتراني، بس يلا الحمد لله اهو مات. واحلى حاجه في حياتي بقى دلوقتي انك قاعد كده ما بتتحركش وما بتتكلمش، عشان وقت ما انا يجيلي مزاجي اجيلك واقول لك اللي انا عايزاه وانت تسمعني وما تعرفش تقول. خلاص بقى يا بلبل، بقى حقك عليا يا اخي، يا ما تكبرش الموضوع مش كده. طب حط نفسك مكاني، الواحد نازل الشارع دماغه فايره، الاقيك ماسك في ابويا هعمل ايه؟ وانت عارف اخوك عصبي في الفاضيه وفي المليانه. وانا فيا اللي مكفيني يا صلاح، وبصراحه كده مش حمل غباوتك، وبصراحه ومن الاخر يعني ما كنتش مستنيها منك انت بالذات. طب خلاص حقك عليا، قلت لك غلطه ومش هتتكرر. يا ساتر اهي وادي راسك كمان يا جدع. خلاص ده انا بحبك وربنا بحبك. ما خلاص يا بلبل، بقاله ساعه عمال بيراضي فيك. بعد ما انت عارف صلاح كل شويه بمصيبه ومشكله، بس قلبه طيب وحلو. ماشي كلامك يا ابوخا، خلاص غلطه وعدت. قول لي بقى عملت ايه مع فوت؟ اسكت، دي كانت واقعه طين. اول ما طلعت التليفون عشان اقفله ببص لقيت وشه زي ظهره، وكنت هارر لحسن الراجل يتصل على التليفون ويلاقيه مفتوح وتبقى لوصه. يا نهارك ازرق، ده شندي لو كان اتصل ولقى التليفون مفتوح كنا هنتخزق كلنا. بس انا ما سكتش، اخوك يعجبك، رحت مدشدش امه اهو. يخرب بيت دماغك، كسرت التليفون؟ ده انت اخرك صول مش امين. كسرت انت هتعمل ابن اخت راضي وطلعت، ما انت مش هتعرف تقفله انت كمان. طب قول لي رسمت عليه الدور صح؟ عيب عليك، صح الصح. يعني هيرجعك؟ يرجع مين يابا؟ ده ما يعرف الملعوب اللي احنا عملناه فيه هيعلقني من كعوبي. طب عليا الحرام لو عمل حاجه بس كده دغدغها فوق امه وندفع. والله زي ما بقول لك. بس يا صلاح اهدى، مش ناقصين مشاكل، ما تقلقش مش هيحصل. ما قلقش ازاي بس يا بوخه؟ ما هو الراجل ده الوحيد اللي كان ممكن يرجعني زي الاول. ما هو برضه اللي هيرجعك. ازاي؟ مالكش دعوه بقى، مش عايز ترجع سيب ايدك ورايح ظهرك واتفرج هنعمل ايه. ما رجعتش يعني؟ الحكايه هي الادويه مش عندك ولا ايه؟ لا موجوده، بس الدكتوره كتبت لك الادويه دي ليه؟ والله ولا اعرف، ده هما كلمتين وقلبتني عشان الناس المترصصه فوق بعضها. هو انت رحت لها ليه اصلا يا ميزه؟ ما اعرفش، حسيت كده ان في تنميله ماسكاني من بطني لحد صوابع رجلي، بس هي قالت لي شويه تعب وهيروح لحاله عشان ضغط الشغل. يعني هو في مشكله ولا ايه؟ لا يا ميسا مفيش مشكلة ولا حاجة، بس الأدوية اللي هي كاتباها لك دي بتعالج حاجات في الرحم. رحم؟ لا يا أخويا أنت كده قلقتني، ورحمة أمك لا تقولي على اللي فيها. بصي هو يعني اللي هي كاتباه لك ده معناه إن عندك مبادئ ضمور في الرحم. ضمور؟ أيوه، بيعمل إيه ده؟ بس هو لحد دلوقتي ما بيعملش حاجة، بس ده لو ما اتعالجش صح هيأثر على الحمل. تقصد ايه يا حبيبي؟ يعني ايه؟ يعني انا مش هخلف؟ يا نهار اسود، طب هي ما قالتليش ليه؟ سابتني على عمايا ليه؟ يعني أنا مش هخلف يا أحمد؟ هبقى بر؟ ماليش طرحة في بطني؟ لا يا ميس أنا أقصد تقصد ولا ما تقصدش؟
منه ليلى بقى اللي كان السبب. انا لا عايزه ادويه ولا غيره. شوفي هو ربنا. استغفر الله العظيم يا رب. ايه كنت فين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانا قلت حاجه غلط؟ كنت فين؟ كنت في الشغل طبعا، ما انت عارف. وبعدين البرنامج خلاص فاضله ايام ونبتدي. برنامج ايه لحد دلوقتي؟ وبعدين ينفع يعني القمر ده يدخل متاخر كده؟ لا 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 لا، بقول لك ايه؟ ما تشتغليش بقى من اولها. احنا لسه على البر، لو مش عاجبك قول لي. ليه كده؟ يا بت انا خايف عليك. بت؟ بص يا حبيبي بقى كده من اولها. انا مش ميسه مقدمه شقاقه من التين والشوك عشان تفرحها بكلمه يا بت دي واطير بيها من الفرحه. انت غيرك بيقولوا لي يا ايه هين. وانا عذراك طبعا انك مش هتعرف تقولها ولا تنطقها حتى، بس طالما ما بتعرفش يبقى تتعلم. ثانيا يا صلاح، حط على قلبك مروح وما تخافش عشان اوعي لنفسي كويس قوي. يا بنت انا بحبك، هو حد لاقي؟ ده انت المفروض تفرحي ان في حد خايف عليكي وتنبسطي. بقول لك ايه، انا مش عيله صغيره ولا اتبسط بالكلام ده، وانا ما بحبش الخنقه، ما انت عارف كده كويس. هتحبكها عليا هدعمك. ولا حبكتها ولا عملت حاجه، ده هما كلمتين يا بنت الناس. هما الكلمتين دول بقى بالذات بيقفوا في زوري. اتأخرتي ليه؟ رايحة فين؟ يا صلاح، يا صلاح انت لو بتحبني بجد وواثق فيا خليني اركز في شغلي عشان اكبر فيه. يا ست الهوانم انا ما عنديش اي مشاكل، بس انت برضو ما تحبكيهاش في التأخير وفي النزول وفي المروح. ما بسش يا صلاح، انا لما اخترتك وافقت عليك اخترتك عشان انا واثقة ان احنا شبه بعض في حاجات كتيرة قوي. انت طموحة زيي وعايز تكبر وتعلى في شغلك. انت الوحيد اللي هتقف جنبي وتساعدني، وتساعدني بجد مش كلام. وانا عند وعدي وهساعدك بجد. طب لازمته ايه بس الوقفه والكلام ده؟ ملوش لزوم. يلا تعالى اوصلك. يلا حبيبي. يا عيون حبيبي. وصلني من شندي. ده حصل يا سيد. حصل يا معلم، بس قبل ما دماغك توديك وتسيبك اسمع مني الكلمتين الاول. ما بقاش فيها سامع يا ابن جلال. انا سبقت معاك بالخير وانت بدل ما تقدرني لعبت من ورا ظهري وحطيت ايدك على بضاعه مش ملكك. سربعت اللسان بتجيب الغلط يا معلم. تعال شوف الاول بعد كده نتكلم. تعال. البضاعه بتاعتك في الحفظ والصون، ما انش عليا اخلع برصيبي لوحدي. الله، كان لازمته ايه تعمل ده من الاول؟ ما خلصنيش ارجع في كلامك معايا. اسمع يا سيد، انا ما رجعنيش غير خوفي عليك، كنت عايزك تكن وتخفى وفطمتك على اللي فيها. وانا قلت لك ما تقلقش عليا. تعالى بقى اركب معايا نتكلم كلمتين في الهادي. بخصوص ايه؟ تعالى بس. يلا ماشي يا سيد، لما نسمع اخر كلامك.